بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم معا على أرض شهدت تاريخ شعب قاوم الظلم والطغيان لعقود من الزمن، وسطر أروع أنواع التضحيات في مقارعة الدكتاتورية، ليكتب صفحات كبيرة وتاريخية من نضال شعبنا الكردي خاصة وشعبنا العراقي عامة. إن ربوع كردستان شهدت تضحيات الكرد والعرب وباقي الأطياف العربي وباقي الأطياف العراقية معا، حين انبرت الحركة الوطنية الكردية بكل مسمياتها تقارع الطغاة وتواجه عجرفة البعث الصدامي وجرائمه، وتثبت أن الشعب العراقي بكل مكوناته شعب لا يرضى بالمذلة ولا يقبل الظلم والهوان. فناضل الشعب الكردي مع إخوانهم من الأطياف العراقية في هذه الجبال الشامخة لعقود طوال من القرن الماضي، ليحققوا لنا النصر التاريخي وزوال الحقبة المظلمة. التضحيات ليست جديدة على آبائنا وشهدائنا من كل طيف ودين ومذهب في العراق الحبيب، وأحد الرجال الذين نستذكر ذكراه اليوم ونفتتح هذا الصرح الكبير باسمه هو الشخصية الوطنية التاريخية المتمثلة بالزعيم الراحل الملا مصطفى البرزاني وسيرته المعطاء للقضية الكردية التي هي قضية العراق وتحرره من أسر التسلط والظلم. بناء هكذا صرح لذكرى الرجال العظام هو الوفاء لما قدموه في حياتهم، وهذه التضحيات هي التي أسست إلى تحرر العراق ووحدته وانتصاره على الغزاة والإرهاب وتعاضد أبنائه ووحدة مصيرهم. إنه من الواجب أن تنقل هذه الصورة إلى الأجيال القادمة، صورة عطاء رجالات الوطن ومواقفهم المبدئية. السيدات والسادة، لقد أراد شهداء شعبنا الكردي وعموم شهداء الحركة الوطنية العراقية أن يورثوا أبناءهم بلداً تزدهر فيه العدالة والمساواة، ويعيش فيه المواطن كريماً وعزيزاً ومرفوع الرأس، ولقد قدموا أرواحهم رخيصة فانية على هذا المسار، وهي مسؤولية كبيرة نتحملها نحن اليوم، وكل عراقي يعيش في أمن وتآخ واستقرار. نتحمل المسؤولية ونقبل بها تأسياً بعطاء أولئك الشهداء، وتضيف علينا حملاً فيه تشريف لنا أن نمضي بمسيرة التنمية والرفاه والبناء إلى الأمام، وأن نصنع الفارق ونصلح أجهزة الدولة وصولاً إلى حكومة الخدمة التي تسهر من أجل خدمة المواطن وتنال رضا الباري عز وجل ورضا أبناء الشعب من شماله إلى جنوبه. رضا الشعب ونيل ثقته لا يأتيان عن عبث أو فراغ، بل هو تحدٍ كبير، وليس هناك من انتظار لساعة العمل والإعمار، فالواجب ينطلق معنا نحو كل العراقيين إن كانوا في ربوع إقليم كردستان أو كل مدن وقصبات الوسط والجنوب والغرب. لقد وضعنا أولويات العمل الحكومي منذ اليوم الأول في تشكيل الحكومة، وانتهجنا مبدأ إقران القول بالفعل والمضي في معالجة الملفات ذات التماس المباشر مع المواطن، ونحن نعمل بكل جد وبدون كلل أو ملل على أن لا نضيع الفرصة
التي بنيت على تضحيات شعبنا ومعاناته ونضال رجاله من قضى نحبه منهم أو من ينتظر. وهنا أحيي الدور الكبير للأخ العزيز فخامة الرئيس مسعود البرزاني الذي يمثل امتداداً بالتضحية والنضال للزعيم الراحل، ونحن على ثقة باستمرار دوره البناء وإسهاماته الوطنية في دعم العملية السياسية وبناء العراق الجديد. المجد والرفعة لشهداء الحركة الوطنية الكردية وعموم شهداء عراقنا الكبير، والرحمة والذكر الطيب لرجالات العراق ورموزه التاريخية والوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.